كان هذا أيام الجماعة الإرهابية وحكم الإرهاب والإرهابيين، ولكن ماذا بعد ثورة 30 يونيو العظيمة؟ وماذا قال النائب محمد أبو العين عن ثورة 30 يونيو وما حدث حتى اليوم من تنمية في مصر؟ لقد عاشت مصر سنوات سوداء حتى رفعها الله سبحانه وتعالى بثورة 30/6. هذه الثورة الشعبية التي حماها الجيش، التعبير الحقيقي للأمة المصرية، قالت كلمتها في 30/6 وقالوا لا، مصر التاريخ، مصر الحضارة، لم ولن يكونوا بيننا هؤلاء. فكانت ثورة الشعب الذي صار في كل ميادين مصر حتى يحقق مأربه، وانصاع الجيش وقواتنا المسلحة لإرادة الشعب ووقف بجانبه حتى كانت هذه الثورة. وبالإجماع تم انتخاب الرئيس السيسي الذي غير معالم مصر، الذي يبني اليوم مصر الحديثة، يبني حضارة جديدة، يقول للعالم أجمع نحن شركاء البناء والتنمية المستدامة، نحن معكم مع ضد الإرهاب، نحن معكم مع التنمية، نحن معكم في التعاون الأمني والسلمي وفي كل الأعمال المخابراتية من أجل هؤلاء. فاختم بنجاح ليس له نظير، وأقول هذا وأنا أعرف العناء والجهد الذي تحملته مصر عبر عشرات السنين حينما كانت تكافح الإرهاب وتحاصره وحدها نيابة عن العالم. كان ذلك دورا عظيما قامت به مصر، وها هي اليوم تحاصر هؤلاء ونجحت نجاحا منقطع النظير، وحررت سيناء الحبيبة مهد الأديان، وتدعوكم كلكم لأن تتمتعوا بهذا الجو وهذه العبادة، هذه العبادة المقدسة، الحج المقدس اليوم هي رحلات مستمرة أدعوكم إليها لتروا هذا الحج في سانت كاترين وفي مناسك الحج المقدس المسيحي. أهلا وسهلا بكم لتروا ماذا صنعت مصر وكيف حققت الأمن والأمان في فترة قصيرة، وكيف امتدت التنمية المستدامة في كل ربوع مصر. ستجد عاصمة إدارية مساحتها 3 أمثال القاهرة، ستجد 14 مدينة جديدة أنشئت في قلب الصحراء المصرية، ستجد توسعات عمرانية كبيرة لم يسبق لها مسير انتشر فيها الشعب المصري. عبر التاريخ كنا نعيش على 6% من مساحة الأرض المصرية، اليوم امتد العمران إلى 14% من المساحة المصرية في غضون 10 سنوات. هذا إنجاز ضخم، هذا كله هو محاربة أيضا للإرهاب، لأننا نجد المشروعات العمرانية بدلا من التطرف نصنع مفاهيم جديدة بالحوار، نؤكد للشباب وأقول لكم أن مصر دولة شابة وأفريقيا دولة شابة، وعلينا جميعا أن نعي معنى هذه الكلمة. فحينما نتحدث عن شبابية الدول نتحدث عن إمكانية توافر فرص التنمية المستدامة، كيف نصنع ذلك؟ وهذا موضوع مهم جدا، لأن احنا قابلنا الإرهابيين دول والشعب كله، الإرهابيين عاقبناهم وكل من لطخت يده بالدماء في السجون، والشباب الذي انخدع كان معه الحوار. فأنا أقول لكم أن الحوار جزء من محاربة الإرهاب حتى لا ينخرط بعض الشباب في هذه البوتقة الخطيرة.